بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عمر الواتي، ناشط إعلامي. دابا كنت واجدو في واحد المكان اللي كيعملوا فيه الحجامة. كان معنا الدكتور حاضر، وشوف المواقع الأماكن اللي كتكون فيه الحجامة، كلشي موضح في الصورة. من بعد غادي نبين هاد الشيء بالدارجة العربية، لأن الناس بزاف الناس ما كيفهموش العربية، ولكن دابا غادي تشوفوا كل شيء واضح. معنا الدكتور ديال الحجامة الخو ضام عقب رسمة زيخت الذين يوذنوا واسوين وفهمان شاثم شاثم مغالين مجنو يتعانى ناس الدقاء انت مسغيين الحجامة وماش تواجم كل شيء واضح. ذي الصورة ذكروا كي يغيموشان يدي يدجع من يتح الحجامة. الأدوات إذا يخدم الدكتور ذنيتا كاين ياسين داري نطيت قل الحجامة. ودابا غادي نسولو الدكتور على الدم اللي ما صالحش الجسم. الدكتور يمكن تعطينا شي توضيحات شي بيان على هذا الشيء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الحجامة هي سنة نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم. الحجامة كانت منذ القدم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أول من أتى بالحجامة، وإنما كانت تمارس عند المصريين، وهي موجودة على معابدهم ذاك النقوش. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الحجامة، يعني أقرها وأعطاها الطابع النبوي، الطابع. ولما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الملائكة توصي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد مر أمتك بالحجامة. فالملائكة كذلك أعطت الحجامة الطابع الملائكي، فهي سنة نبوية ووسيلة علاجية، طب تطبب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الحجامة الدم اللي كنحتاجه في هذه الحجامة، الدم الفاسد، الدم ما نقولوش فاسد، يعني الدم اللي فقد الحياة ديالو داخل الجسم. يعني الدم يتكون من أربع عناصر. يعني الموضوع الحجامة خصنا نخرج الدم، ديك كريات الدم الحمراء الهرمة، ماشي السليمة، الهرمة. وطبعا الطحال والكبد يعني كيجدد هذا الدم اللي كيخرج بسرعة، كيجدد هذا الدم في ظرف 24 ساعة. وأنطلب الله عز وجل أن يشفي الأمراض جميع المسلمين. ولكن دابا اللي عندهم رغبة باش يجيو ويعملوا الحجامة يخص لابد يكون الاتصال، عطينا التليفون ديالك باش نحطوه في الموقع، اللي بغى يعمل الحجامة غادي يجي إن شاء الله. التليفون ديالي 06 62 77 06 87. شكرا. إوا ذا إذا نتاكو هذا إخواننا نقشاو إجنبيان وني غادا غرغبا يوذن مالا تعانا سمانيا عزونا ذك الحجامة، ولكن غانغي موشاني كوشن شوية ما يمكنش ذا ثيم غارين وازمان تذو يوان تعيزن وازمان تذو يوان باش ذي يوذ غاوزن غاني غان نذواني مشانا نقاربا ونتيد. الحمد لله غانغي تذيبو يفا قمر أبذن كان غذا الدكتور من يوادي قثي احترافي، ولكن يغلى خاص غاس خاص الدبلوم. نتمنى إن شاء الله يجن مسيرة موفقة يوذان يتعانان
سمانيا باش تقن الحجامة هذه اللي مليح ناش كي هو إذا نتا قد قيخت الخوة العاد كي هو معوما الوالتي قيخت ذا ياسين داري قيت قيت أولا نتا إن شاء الله مانيا إذا كنت تسجن فايدة إتسمى خان غنشي نخص حسن غاخ كوشي ذا مانيا غانا هذا وانت تنسيوض الخو ها ايوا ان شاء الله ياسين ياسين دارير طوال المقصود نسنت انا ديال حراوز نغال انت واي السين باللي ذا حد والحمد لله كان غداني تا الدكتور الحجامه زراقي يتقى رقية ودني إغادة أرغب تعاوذ قد توليث ما ران يوذان تعانان سلمس تعانان سلمس ذيسن يوذان ومي خلق السيح ذيسن الحمد لله كوشي الخون سقار باونتيد أقثي ذاني تغان غذيبو يفا ذاني تا تليفون نساقي وكشا ونتيد ودني خسنا ذي سجل دياس هذيك الزيارة هذي زار هذيك الدواء الحمد لله هذي واعب الشفاء ما ران يوذن إيوا ثمانية إذا ولد غناقل الخوم أنسبد اللايفا إجن تحية تم قرانت المشاهدين الكرام غيزان فيديو يا الدكتور إكينغ يدان مختص ذي الميدان وانيتان الحجامة ونتقدم سجن الشوكر إجن الشوكر الجزيل الدكتور إكين غيدان الحمد لله نتمنى ياس إجن حياة سعيدة الخدمة للصالح العام الختام 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 ديالك الدكتور اش نبغي تقول تسمى في النهاية ديالك في هذه الحصة هذه طب الله عز وجل الشفاء للأخ ديالنا والتيسير لنا ولولينا كل جميع المسلمين ونطلب الله عز وجل التوفيق والسداد ويجعلنا نافع للناس فالدنيا يعني هذا كيطرح من هذا يعني لابد ان الانسان كيحتاج للاخ ديالو واحد في الحداده واحد في النجاره واحد في هذه واحد هذه لا كما يقال ليس الانسان مدني بطبعه لا يستقيل احد بذاته شكرا الدكتور بارك الله فيك على الإفادة حنا اللي عندنا المواقع إعلامية تنقلبوا كل شيء المواطن باش يعرف